امبارح، ودايما ما شاء الله عليها يعني مشرفانه. فاكيد اي لعيب هيشرف النادي الاهلي واي لعيب هيحترف لازم يكون معانا خلال تليفون، خلال سكايب، فلازم نكون نرحب بنجمتنا الكبيره سهيله وفيق. مساء الخير يا سهيله. مساء النور، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ كله كويس، كله جميل. قولي لي، كانت مباراه صعبه جدا 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 امبارح، يعني هكلمك عليها ونتكلم على حاجات تانية، بس مباراه امبارح كانت مباراه صعبه جدا امبارح. دي حقيقة، هي كانت مباراة صعبة قوي، لأن احنا الفرقة اللي احنا كسبناها امبارح دي هي كسبتنا في الفاينل السنة اللي فاتت 3-2 برضو على ملعبهم، واحنا امبارح كنا بنلعب على ملعبهم برضو وكسبناهم احنا بقى 3-2. فالحمد لله، الحمد لله، يعني هي كانت مباراة صعبة قوي فعلا. مباراة صعبة، و62 اسيست، 62 اسيست، يعني ازاي؟ احكي لي ازاي الناس كلها بتتكلم على الموضوع ده؟ هو ده بالنسبة لي، انا اول مرة اصلا اجيب عدد الاسيست ده في ماتش، يعني دي تقريبا اول مرة في حياتي. مش عارفة، يعني الموضوع كان صعب وفي نفس الوقت كان حلو. كنت بحاول اقدر ان انا اكريت اوبورتونيتي مثلا للفريق بتاعي احسن بالنسبة للفريق التاني، ف الحمد لله كسبنا. الحمد لله كسبته، بس اكيد انت رافعه راس كل النادي الاهلي. قولي لي، بتحكي ايه في الامريكا عن النادي الاهلي لكل اصحابك اللي في الجامعه؟ بتقول لهم ايه؟ بحكي كتير قوي، اولهم ان النادي بتاعنا دخل موسوعه جينيس طبعا. بقول لهم قد ايه احنا نادي كويس وقد ايه احنا نادي كارب، قد ايه السيستم بتاعنا هو حاجه من الحاجات اللي خلتني اصلا اوصل لحاجه زي كده في ماتش امبارح. كل حاجة بجد، النادي الأهلي يعني بيتي التاني. أكيد هو بيتك التاني، بس يعني أكيد عملتي رابطة هناك يا سهيلة، في رابطة هناك حصلت بالنادي الأهلي، أكيد أصحابك بيشجعوا كلهم النادي الأهلي. كده 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 كده، أصلا لما نزلت المرة اللي فاتت الكاس مع الأهلي، هم كانوا بيتفرجوا عليا لايف من هنا، كانوا بيشجعوني. حاجة كويسة جدا جدا جدا. قولي لي، واجهتك في الاحتراف ايه؟ بدأت احتراف وبدأتي في دوري الجامعات، اللي جاي عند سهيلة وفيق ايه؟ اللي جاي ان انا نفسي احترف بقى في اوروبا ان شاء الله بعد ما اخلص. اعتقد ده حلم اي لعيب بولي، يعني ان هو يحترف في اوروبا. بس كده، ده حلمي، وان احنا طبعا ندخل اولمبيكس بقى مع مصر يا رب. ناويه تدخل الاولمبيكس وباذن الله تشرفينا، لكن اوروبا، اتجاه اوروبا بداتي الحلم فعلا وبداتي تتكلمي مع الناس في اوروبا، ولا لسه لما تخلصي الجامعه؟ لا، لسه لما اخلص جامعه. هو في كلام منهم، يعني هم اصلا بييجوا يتفرجوا على الماتشات بتاعتنا وكده، المفروض ان الاستاتستكس بتاع كل لعيبه بتظهر على الانترنت، دي بتبقى هم بيخشوا يشوفوا الهايلايتس بتاع كل اسبوع، مين فين، مين عمل ايه وكده. فهم اوريدي، علشان انا دلوقتي يعتبر عامله يعني شغل كويس المفروض، دخلوا كلموا معانا او بيبقى في كونتاكتس اوريدي، بس لسه ما فيش اي حاجه يعني علشان لسه في الجامعه. سهيله وفيق وهي في امريكا بصراحه شديده، هتاخد اصحابها معاهم، هتاخد لعيبه تانية من النادي الاهلي يعني للجامعه اكيد عشان تدرس وعشان ياخدوا تجربه الاحتراف، لكن اكيد تجربه كويسه جدا. اكيد اكيد، هو اوريدي في كلام على كذا حد، يعني اوريدي انا معايا حد مصري، هو مش من النادي الاهلي، هو من نادي تاني. برضه هي لما جت قالت انا عايزه اسافر وكده، انا ما ترددتش خالص ان انا اكلم الكابتن بتاعي يعني عليها. والموضوع تم يعني. ما شاء الله عليك يا سهيلة، بجد مبسوط وسعيد جدا بيكي، وعايزك تكتبي معايا كلمة حاجة سريعة تقولي ايه للأسرة الكريمة اللي مدعماكي جامد جدا، أسرتك أكيد، بيتك، بابا وماما وأختك. أحب أقول لهم شكرا قوي، أنا ما كنتش هوصل اللي أنا فيه ده يعني من غيرهم، وأحب أشكر حضرتك على متابعتك. أنا عارفة إن الموضوع كان صعب قوي، إن تكونتاكت معايا عشان تفرد 7 ساعات، واحب اشكر عامه النادي الاهلي وعلى قناه النادي الاهلي ان هم متابعيني وان هم مشجعيني لحد دلوقتي، وحتى بشكر الاعلام عموما، حضرتك والمذيعين اللي كانوا في الماتشات، محمد عفيفي وكل الناس دي، بجد احب اشكرهم يعني، شكرا قوي، طبعا كابتن حمدي كل
سايله بتملاكي التوفيق، ودايما هنكون معاكي ومتابعينك، لان دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا في النادي الاهلي. لاعبتنا